ساعات عصيبة او اوقات عصيبة ياسين، انك تلاقي نفسك ان انت كسبان بس انت محجوز في أوضة علشان المشادات وعلشان الحاجات اللي حاصلة دي. عشتوها ازاي الاجواء دي؟ كنتوا بتضحكوا بقى ولا كنتوا لا مخضوضين من الفكرة، ولا كنتوا قلقانين على قلق اهاليكوا مثلا، ولا كانت الدنيا ماشية ازاي؟ هو احنا طبعا كنا قلقانين جدا ان ما كانش معانا مبدئيا تليفون، مش عارفين نطمن اي حد، وكان في 3 لعيبه ان هو عبد الرحمن قال عليهم مش عارفين هم فين، وهم يعني اول ما دخلونا الاوض دول قفلوا علينا وقالوا لنا لو حصل ايه ما حدش يفتح، لو يعني قالوا لو حصل ايه جوه الاوضه ما تفتحش. فكل شويه بقى نسمع رزع في الباب يعني مش عارفين مين، فيطلع حد معانا، فطبعا احنا بنبقى قلقانين مش عارفين. وكان افتح ولا ما افتحش؟ يعني كان الموضوع مين؟ بيبقى صعب، وبعدين هم كانوا في لعيب عمالين يقولوا عايزينه ما يطلعش بره ما يطلعش بره، فده برضو كان كلنا كنا حازم، ما هو قلقانين. قال لنا حازم اشرف مش هو ده، انا عرفت. هو حازم كنا قلقانين عليه طبعا، مش عايزينه يطلع بره، الموضوع كان صعب يعني، كناش عارفين نطمن اهالينا ومش عارفين ايه اللي بيحصل بره، يا سامعين نهار صوت زي ابيض. كتير بره بس ما حدش فينا عارف ايه اللي بيحصل. بس بس خد بالك المواقف دي بتديك خبرات، الخبرات بتيجي من هنا، من المواقف اللي زي دي، اللعب تحت ضغط. يعني انتوا لعبتوا تحت ضغط، ودي في ناس بتقعد سنين علشان تعرف تفهم يعني ايه فكرة ان انا العب تحت ضغط بالشكل ده. فانتوا ما شاء الله يعني انتوا خدتوا خبرة سابقة لسنكم بكتير جدا جدا، انك تعرف متهيأليش هتقابلوا موقف في مسيرتكم هيبقى اقوى من كده. فده دي خبرة، يعني هي خبرة بتعلمك انك مهما يحصل، يعني في منتخبات كبيرة ما يقدرش، مع كل احترامي وتقديري يعني، منتخب كبير ممكن ما يقدرش يستحمل الضغط ده ويعمل اللي انتوا عملتوه، انه يكسب البطولة رغم كل الضغوطات المحيطة بيه دي. فده خبرة اللي انتوا اتحطيتوا فيه ده برغم صعوبته، لكن خبرة. مفيش اقوى من كده بقى. يعني انت مثلا لو بتلعب مع ناديك وواجهت، طبعا عمرك ما هتشوف جمهور هيعمل معاك كده، لكن هي الفكرة ان انت لو بتلعب مع ناديك مثلا والجماهير حاضرة مش فارق لك، انت حصل لك موقف اتقل من كده بكتير. فاكيد الموقف ده الشيء الايجابي اللي انتوا تتعلموه، يعني ان انت هتعرف تلعب تحت اي ضغط ممكن يقابلك، لانه مش هيبقى اقوى من الموقف اللي انتوا قابلتوه وكسبته. فانتوا رجاله وابطال بجد يعني.